السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إخوينا حالين في جميع أنحاء العالم وفي الوطن العربي وفي اليمن خاصة. أرحب بكم أجمل ترحيب في قناتكم قناة الجبير والنحل، القناة التعليمية. غطاء النيلون الذي يضعه بعض الإخوة النحالون تحت الغطاء الداخلي داخل الخلية، ما مدى فائدة هذا الغطاء ومتى نضعه، وما أهمية الفتحة السفلية داخل الخلية إذا وجد الغطاء بشكل ممتاز من الأعلى، ومتى نقوم بفتح أو وضع فتحة سفلية للخلية وبأي المناطق؟ محاضرة قيمة للأستاذ الفاضل الأستاذ رشدي زريقي من فلسطين، فكونوا معنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحياتي لكم إخواني جميعا. أنا استمعت مداخلاتكم إخواني، كل المداخلات وكل المداخلات كانت جيدة، ولكن يعني فيها بعض التحيز للفكرة والمعارضة لفكرة أخرى، يعني البعض مؤيد والبعض معارض. خلينا نحكي يعني بموضوع اللي هو كان في عليه يعني تقريبا شيء من الخلاف، اللي هو استخدام النايلون أو والفتحات السفلية. فإخوان الكرام، يعني أنا بدي أسأل سؤال، يعني لو جينا لنحال قديم يعني مر على تربية للنحل 20 سنة فما فوق، وسألنا هذا النحال سابقا هل كنت تستخدم النايلون، الجواب راح يقول لك لا. لو سألته برضو هل كنت تستخدم الفتحات السفلية، برضو الجواب راح يكون لا. حتى العجائن البروتيني والسكرية برضو ما كان حد يستخدمها سابقا، يعني النحالين كانوا يستخدموا المحلول محلل السكرية سابقا بفترة الخريف، والتغذية كانت قليلة جدا، يعني ما كان يستخدم التغذية بالشكل الذي يستخدم حاليا طبعا، وهذا يعود إلى أسباب كثيرة. فلو تحدثنا عن النايلون بالتحديد، اللي هو نحط نايلون فوق الإطارات، هذا الموضوع هذا إخواني الكرام يعني دخل على تربية النحل في بلادنا العربية دخل جديد، لأنه قبل انتشار النت والتواصل الاجتماعي ما كان حدا يعرف أنه بدنا نحط نايلون ولا بدنا نحط نعمل فتحات سفلية ولا شيء. هذا تم نقله عن الغرب، اللي هو تم نقله من النحالين الأوروبيين واللي عندهم درجات الحرارة أحيانا تصل إلى سالب 30 تحت 30. ف يعني احنا بنقول دائما انه في كل منطقة مناخية، حتى في وإن كانت هذه المنطقة المناخية مساحتها صغيرة، سواء في بلد واحد مثل فلسطين أو في منطقة مناخية مثل الوطن العربي كافة، حتى في هذه المناطق الصغيرة يوجد فروقات حرارية ويوجد طرق لإدارة المناحل بين كل منطقة ومنطقة. يعني النحل في زي ما ذكرنا سابقا، النحل في شمال فلسطين يختلف عن الجنوب، وفي الأغوار يختلف عن الجبال، وفي السهول في السهل الساحلي يختلف عن الجبال وعن الغور. يعني ما بدنا احنا ناخذ فكرة ونعممها. في أوروبا مثلا الفتحات السفلية قد تكون ضرورية أحيانا وضرورية جدا. ليش؟ لأنه أحيانا يتساقط الثلج على الخلايا وبيرتفع التساقط، يعني يمكن أحيانا يغطي الخلايا، أو ممكن إذا ما بدنا نقول أنه يغطي الخلايا ممكن أنه يغطي بوابة السروح بشكل كامل، والنحال مش موجود عند نحله باستمرار، يعني مش بقدرش النحال يظل قاعد عند نحله باستمرار، وكل ما أجى الثلج على بوابة السروح بده يزيحه. فبوابة السروح أحيانا بتنقذ النحل من الاختناق. هذا الشيء. الشيء الآخر أنه حتى لو ما كان في تساقط ثلج وما تغطت بوابات السروح، يعني نقول يعني أنه التساقط خفيف ولكن درجات الحرارة بتكون تحت الصفر،
النحل في هذه الحالة ما بسرح وما بيطلع نهائيا. النحل اللي بموت في داخل الخلايا أحيانا بسكر بوابات الخلية أو بوابة السروح، فمن وين بده يتنفس النحل؟ ما النحل اللي موجود في داخل الخلايا ما بيقدر إنه ينقل النحل الميت ويرميه بالخارج، لأن النحل اللي بتطلع من الخلية مباشرة بتموت. فما في خروج من الخلية في أوروبا، ما في خروج من الخلايا، ممكن إنه يستمر هذا الوضع عدة أسابيع، ما يخرج النحل من الخلية، وبالتالي ستتكدس النحل الميت على بوابة السروح، وهذا ربما يعمل اختناق. اللي بيعملها خلينا نقول اللي بينقذ حياتها بواب الفتحات السفلية. وبخصوص استخدام النايلون، احنا عندنا الاجواء رطبه سواء كانت بالصيف او كانت في الشتاء، الاجواء رطبه الا احيانا في فصل الصيف ممكن يصير في عندنا شيء من الاجواء الخماسينيه، بتكون في الرياح جافه، وبهذه الحاله النحل يحتاج الى رطوبه. فاذا كانت يعني المياه مياه الشرب قريبه على النحل، ممكن انه يستعيض عن الجفاف اللي موجود في الجو بانه يقوم النحل بجلب الماء ورشه في داخل الخلية. اما في اوروبا فالنحل يحتاج الى كل قطرة ماء في داخل الخلية. ليش؟ لانه الرياح او عفوا الهواء عندما تكون درجات الحرارة ادنى من الصفر بتكون الرطوبة في هذا الهواء برضه صفر، ما في هواء، ما في رطوبة، كل الرطوبة الموجودة في الجو تجمدت ونزلت على الأرض. إذا الهواء الموجود هذا بيكون هواء جاف جدا، يعني أكثر جفافا من الهواء اللي بيكون عندنا فترة الرياح الخماسينية. لذلك هم بيحطوا النايلون حتى يوفر رطوبة للنحل وليس يمنع الرطوبة، لأنه بيقدموا له عجائن سكرية، وهذه العجائن السكرية مش راح يستفيد منها النحل إذا ما كان في داخل الخلية رطوبة. فالنحل يحتاج إلى رطوبة حتى عندما يمتص هذه العجينة السكرية ما بيقدر يغذي عليها النحل اليرقات بشكلها الطبيعي، ولا هو حتى بيقدر يتغذى عليها بالشكل الطبيعي. تحتاج إلى شيء من الماء حتى يقوم النحل بتمديد هذه العجينة وتصبح ما يشابه العسل أو ربما أكثر من العسل، يعني بدها تكون بما يشبه الرحيق، يعني بدها تكون نسبة الرطوبة في داخل هذه التغذية حتى يستطيع النحل التغذية عليها، بدها تكون يعني 50% أو بدها تكون 60% أو 70% فيها رطوبة حتى النحل يستطيع أن يتغذى عليها، وإذا في عنده حضنة يقوم بتغذية هذه الحضنة. إحنا عنا بالعكس، في الشتاء لا تنخفض درجات الحرارة إلا نادرا، وربما يوم أو يومين بالسنة تنخفض دون الصفر، وبالتالي يعني هاليومين بعدين هذول يعني النحل بيكون في عنده رطوبة بيستخدمها. فإذا وضعنا كيس أو قطع النايلون هذه فوق الإطارات، هذا كيس النايلون راح يجمع رطوبة بزيادة، لأنه الجو عندنا رطب، النحل أثناء التنفس يخرج رطوبة، فهذه الرطوبة مع الهواء الساخن ترتفع مع الهواء الساخن وتتجمع في على النايلون، وثم تنزل على بشكل قطرات على أرضية الخلية أو على النحل. إذا كان في عجينة سكرية ممكن إنه يستفيد منها النحل في إن هذه الرطوبة اللي موجودة، لكن إذا ما في ممكن إنه النحل يعني تزيد الرطوبة في داخل الخلية، وهذه الرطوبة يعني ستسبب لنا الكثير من الأمراض، وخصوصا مرض النوزيما أو مرض العكاريه. بدنا نحكي شوي عن بوابة السروح. بعض الإخوان ذكروا إنه تصغير بوابة السروح لأصغر مستوى ممكن، يعني بدنا نخليه 2 سم أو 3 سم، لكن هذا الكلام برضو يا إخوان غير دقيق.
لأنه النحل يحتاج إلى الأكسجين، فإذا كانت نسبة يعني خلية من 10 إطارات وعمل لها فتحة 2 سنتي، فممكن إنه يصير في عندها كلي في الأكسجين، وبالتالي راح تتأثر هذه الخلايا سلبا. في أحيانا يعني برضو بتكون ممكن في بعض الأيام بتصير عندنا درجات الحرارة بالشتاء تتجاوز 20، فممكن النحل يتعرض لحرارة في هذه الحالة. فإحنا بالنسبة لبوابة السروح، أنا يعني اللي أنا بعمل عليه إنه طوال السنة بكون عندي نصف بوابة السروح مغلقة، لكن بستخدم يعني مادة اسمها الكابوند. هاي مادة بتكون رقيقة تقريبا بسماكة 2 ملي أو 3 ملي، تتكون من طبقتين من الألمنيوم، والألمنيوم رقيق جدا، وطبقة من البلاستيك. بقوم بتخريمها بريشة مقدح 3 ملي. هذه بتكون يعني على بوابة السروح صيفا وشتاء. إذا النحل احتاج إلى إغلاق هذه المنطقة، فبقوم بإغلاق هذه الفتحات الصغيرة في مادة البروبليس. الجزء الثاني من بوابة السروح يبقى مفتوح عندي برضو صيفا وشتاء، فإذا النحل ارتأى إنه لابد من تضييق بوابة السروح، فبقوم بتضييقها بالبروبليس، وبيعمل فتحات مناسبة إله هو، مش إلك أنت كنحال. أنت كنحال ما بتقدر تعرف بالضبط الفتحة المناسبة، لأنه النحل يتنفس وثم يخرج من بوابة الخلية، بده يخرج ثاني أكسيد الكربون، لأنه ما في عندنا منفذ لثاني أكسيد الكربون في أعلى الخلية، وبالتالي هو بيعمل فتحات سروح بحيث انه النحل يمر منها للسروح والعودة، وبنفس الوقت يتنفس ويخرج ثاني اكسيد الكربون. فانت ما تغلق بوابة السروح على كيفك، اعمل مثلا لكل اطار سنتي، عندك 5 اطارات بدك تعمل 5 سنتي، اذا ما بدك تغلق اغلاق كامل. اذا عندك 10 إطارات بدك تعمل 10 سنتي. وربما النحل يقوم بتسكير جزء من هذه 5 سنتي، بحيث انه حتى المسافة ما بين أرضية الخلية والصندوق ممكن انه النحل يعني يقلل هذه المسافة. احنا بنستخدم تقريبا 2 سنتي، ممكن هو يعملها سنتي او اقل من سنتي. فمن أسباب تشكل الرطوبة في داخل الخلية هي فتحة السروح الغير مناسبة. أما إذا كانت فتحة السروح مناسبة والنحل هو اللي قام بتكييف هذه الفتحة، هذا يقلل من تشكيل الرطوبة العالية في داخل الخلايا. برضو بدنا ننوه انه لابد من انه يكون في عندنا ميلان للصناديق باتجاه فتحة السروح. وكذلك يعني في كثير بشوف على الفيديوهات اللي بنشروها بعض الشباب انه مغلقين بوابة السروح بالاسفنج، وهذا الاسفنج برضو بزيد نسبة الرطوبة بشكل كبير جدا في داخل الخلايا، حيث انه مياه الامطار اللي بتسقط على بوابة الخلية او بوابة فتحة السروح يمتصها الاسفنج، ولكن هذه المياه تتبخر من داخل الصندوق، لانه بكون في داخل الصندوق حرارة، وبتكون الحرارة هذه اعلى من الخارج، فتتبخر المياه هذه في داخل الصندوق وتزيد من نسبة الرطوبة. برضو تحدث الإخوان عن وضع كيس نايلون اللي هو أكياس السكر أو أكياس العلف تحت الغطاء الخارجي. هذا إخوان ضروري، يعني ضروري أولا بمنع أي تسرب للهواء من الجهة العلوية،
وأيضا في حالة أنه حدث تيار هوائي قوي، رياح شديدة إلى آخره، هذا بيكون يعني يمنع طيران الخلية، يمنع طيران الغطاء الخارجي. هذا أولا، يعني بيكون التغطية محكمة بشكل قوي جدا. ثانيا، هذا الكيس بمنع انه النحل يعكبر الغطاء الخارجي مع الصندوق، فاذا ما وضعت اطار الكيس هذا سيقوم النحل بالصاق الغطاء الخارجي او الغطاء الذي يليه، اذا كنت تستخدم غطاء خارج غطاء داخلي بكون بعكبرته، وانت لما بدك تفتح على الخلية لعملية كشف سريعة ممكن انه تعمل ارباك عند النحل، نتيجة انه البروبلس او العكبر اللي بيكون مستخدم النحل بيكون شبه متصلب، وبالتالي عندما انت ترفعه بيعمل صوت هيك بزعج النحل، وبالتالي يعني بيعمل شوية هيجان عند النحل. لكن بوجود كيس يعني كيس النايلون هذا تحت الغطاء الخارجي بتقدر ترفع الغطاء بسهولة، ما في عليه عكبر، اللي بيكون معكبر بيكون معكبر الغطاء الكيس هذا، يعني يعني بخفة هيك وحركة بسيطة ممكن انك انت ترفع طرف الكيس وتشوف النحل الموجود عندك في الخلية بدون عملية إزعاج. ليش مثلا بنقول احنا ممكن ان نستخدم كيس العلف هذا ومش ممكن ان نستخدم النايلون؟ لانه هذا الكيس بكون فيه مسامات، هاي المسامات اذا صار فيه رطوبة في داخل الخلية بتسمح في انه الرطوبة تخرج منه، وبتكون الرطوبة موجودة ما بين الغطاء الخارجي والكيس هذا او الغطاء هذا. فأحيانا إذا مثلا كان في أمطار لفترة طويلة وبتفتح على النحل بتلاقي إنه الكيس من أعلى الكيس ما بين الكيس وما بين الغطاء الخارجي بتلاقي القطرات الماء تجمعت، بس مجرد يعني تركته بالهواء وهو مغلق، يعني الكيس بيكون موجود مكانه، اتركه بالهواء شوية هذه قطرات الماء بتتبخر وبتتخلص منها. تحياتي.